توج الزميل الصحفي بالقسم الرياضي لقناة الحياة عبد الرؤوف بوسوسو بالمرتبة الخامسة إفريقيا في مسابقة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الخاصة بفئة الفيديو الوثائقي. وشارك الزميل رؤوف بوسوسو في المسابقة بفيلم وثائقي يحمل عنوان مديونية الأندية الجزائرية بلغة الملايير. ونال الصحفي عبد الرؤوف بوسوسو هذه المرتبة المشرفة بعد تنافس قوي شهد مشاركة 1887 عملا صحفيا ممثلا عن 140 دولة. اوتوماتيكمون دخلنا بالاحتراف غير بالاسم. فئتي الاموال التي ذهبت هباء منثورا، لم تصرف على مراكز تكوينيه ولم تصرف على ملاعب كرويه. 400 مليون 470 مليون هذه اللي شفتها، 470 24 350 300 200، كل هذه الرواتب اكيد انه تخلق هذا الثغره.